ده ثبتني بالمطوه يا باشا، ده كان هيموتني. لسه لك عمر يا ابو العيال، احمد ربنا انك ما موتش. الحمد لله. انت كذاب يا سرور، وانت عارف ان الكذب على المباحث حرام وغلط وتمنه ضربه وبهدله وقله ادب. ربنا ما يجيب بهدله يا باشا. انت تعرف سرور بقالك كتير يا ابو العيله؟ قلت لحضرتك يا باشا انا ما اعرفوش، انا اول مره شفته لما ثبتني على الطريق. انت عايز تتبلع على الراجل؟ عايز تخلع من قضيه السرقه بالاكراه كده عادي يعني؟ ولا كان في مباحث ولا ظباط ولا قانون في البلد؟ والله يا باشا هو اللي كداب، ده صاحبي بقى له اكتر من شهر وانا كنت راكب معاه في العربيه واتخانقنا، وكنت ساعتها رايح اجيب علاج لامي، بس هو اللي اتخانق معايا. طب هو اسمه الثلاثي ايه وساكن فين؟ ما اعرفش اسمه الثلاثي ولا اعرف هو ساكن فين، بس انا قابلته عند واحد جاري في البساتين ومن ساعتها بقينا اصحاب وحبايب. هو جارك ده اسمه ايه ولا عنوانه ايه وكمان؟ اسمه محمود اسماعيل وساكن في شارع الحسن، وما اعرفش رقمه كام يا باشا، ولو سمحت بعد اذنك انا عايز اكلم المحامي بتاعي. ماشي خليك تكلم المحامي يا حبيبي، وتكلم امك وابوك كمان لو عايز. الله يرحمهم يا باشا. معلش يا ابو العيله احنا هنخليك هنا لحد ما يجي صاحبه ونشوف هيتعرف عليك ولا لا. يا باشا طب انت ليه تصدقه هو وتكذبني انا؟ ما انا قلت لحضرتك والله ما اعرفه، والله ما اعرفه. تمام يا فندم. خد يا ابو العيله حطه في الاستيفه لحد ما اقول لك. والله العظيم ده ظلم، يعني اكون مضروب وعربيتي مسروقه وكمان اتحبس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اوعى تدخله التخشيبه. حاضر. ماشي يا سيدي، كده قضية السرقة بالإكراه اتأجلت لحد ما نشوف صاحبك، بس لسه ناقص لك قضيتين، حازز سلاح أبيض ومقاومة سلطان. هو أنا قومت حد يا باشا؟ أنت هتكدبني يالا؟ أيوه قومت، وضربت عليا نار كمان، ولو راجل أثبت إنك ما قومتش السلطان، دي قضية هيترزع لك فيها 10 سنين. خلاص يا باشا، أنا اللي بلطجت عليه وخدت منه العربية بالإكراه. تعجبني يا سرور، تعجبني، كده مفيش مقاومة سلطان. خليك بقى حلو زي ما أنت وتعالى معايا دغري، أنت ساكنك في البساتين. ايه اللي هيجيبك بشتيل في عز الليل ويمسكك مطوه في ايدك وما تقوليش جاي عشان اسرق؟ امال يعني هكون جاي عشان اتفسح؟ والله كنت جاي عشان اسرق يا باشا. كده نرجع لك مقاومه سلطات تاني. والله ما قاومت، ويعني ايه قاومت اصلا؟ بس احنا قرينا فتحه يا علي بيه. ايوه وماله يا عداد هنا؟ ما عادي ناس كتير بتقرا الفتحه وبعد كده بتفكها. الله ده بيبقوا متجوزين يعني كاتبين كتابهم وعندهم عيال بشارين فتحه وبس. يا علي بيه دي مش جوازه، ده بيع وشراء واحنا اتفقنا مع الراجل. انا فاهم كل حاجه يا استاذ محمود، اتفقنا بس ما كناش واخدين بالنا في حاجات مهمه قوي كان لازم ناخد بالنا منها. الراجل هيجي بكره يدفع الفلوس ويستلم الفيلا، طب الست وداد هتروح فين يعني؟ ما احنا برضو لازم الاول نلاقي مكان محترم يليق بمقام حضرتك تعيشي فيه. ايوه علي، بس لو الراجل ده رفض ممكن يضر باتفاقه التاني مع الاستاذ محمود. لا مفيش ضرر ولا حاجه، انا كل اللي يهمني مصلحتك انت يا فندم. عموما احنا ممكن نساله ونشوف هيقول ايه. هيقول ايه؟ اكيد هيرفض، ده تاجر يا ناس، تاجر. وبعدين كان باين من كلامه، ده بيقول من بكره ممكن اجيب معايا زبون ويطلع لي فيها لقمه عيش حلوه. تخيلي بقى حضرتك ان كل شويه يطب هنا في الفيلا ويبقى معاه زباين.